بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. قوله تعالى تلك، هذا اسم إشارة، والمشار إليه آيات الله. والآيات جمع آية، وهي لغة العلامة، والمراد بها هنا آيات القرآن التي سبقت فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عن اليهود وعن وما ذكره الله سبحانه وتعالى من الأمر بالاجتماع والاعتصام بحبل الله، والنهي عن التفرق، وبيان العاقبة في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن الناس ينقسمون إلى هذين القسمين: قسم تبيض وجوههم وهم الذين اعتصموا بكتاب الله وساروا على نور من الله عز وجل وتمسكوا بالقرآن والسنة، وقوم تسود وجوههم بسبب الفرقة والاختلاف عن الحق واتباع الهوى. ثم قال جل وعلا: تلك آيات الله، أي ما سبق في هذه الآيات هي آيات الله جل وعلا، نزلت من عنده بواسطة جبريل. قوله نتلوها عليك، أي يتلوها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، أي أن هذه التلاوة تلاوة بالحق، فهي بلاغ عن الله سبحانه وتعالى، لأن جبريل مبلغ عن الله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، فكل منهما مبلغ عن الله. والآيات إنما نزلت من عند الله عز وجل. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، هذا نفي للظلم عن الله سبحانه وتعالى، وأنه إنما يجازي كلا بعمله، فالذين ابيضت وجوههم جازاهم الله بعملهم الصالح، والذين اسودت وجوههم جازاهم الله بعملهم السيء، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. والظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، فالله سبحانه وتعالى لم يظلم أحدا، فلم يضع النعيم في غير موضعه، ولم يضع العذاب في غير موضعه حتى يكون ظالما، بل إنه وضع كل شيء في موضعه اللائق به، وهذا هو العدل
منه سبحانه وتعالى. فالله حكم عدل لا يريد ظلما للعالمين، لأن الخلق كلهم خلقه، والملك ملكه سبحانه وتعالى، وهو منزه عن الظلم. وفي الحديث القدسي قول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله منزه عن الظلم. ما قال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع من المخلوقات، كلها ملك له سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها غيره. ثم قال: وإلى الله ترجع الأمور، ترد جميع الأمور في هذا الكون إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، وهو الذي يتولى جزاء عباده لأنهم ملكه وتحت تصرفه سبحانه وتعالى، فهو الذي يرجعون إليه وهو الذي يتولى جزاءهم، فله الحكم وإليه ترجعون. الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، كل هذه الأحكام ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. فالله جل وعلا هو الذي يحكم بين عباده. وفي هذا تحذير من التمادي في المعاصي والكفر، لأن أصحابها سيرجعون إلى الله فيجازيهم على أعمالهم. وفيه حث على الطاعة وفعل الخير، لأن ذلك لن يضيع عنده سبحانه وتعالى، فهو الذي ترجع إليه كل الأمور، الأمور القدرية والأمور الجزائية والأمور الشرعية، كلها بيده سبحانه وتعالى. فهذا فيه شمول ملكه وشمول حكمه سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد، توحيد في ربوبيته، توحيد في ألوهيته، توحيد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهاتان الآيتان استفادوا منهما فوائد كثيرة، لعلنا نعرض إليها في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.